نعود إلى بيروت، معنا من هناك الأستاذ فؤاد أبو نادر، رئيس منظمة مؤسسة نورج الاجتماعية. أهلا بك أستاذ فؤاد. نود لو سمحت بداية أن تطلعنا عن جديد هذا اليوم الذي أطلق عليه اسم سبت الساحات، هل من تحركات جديدة ستميزه؟ نعم، رح يكون في تحرك كثيف اليوم، ورح يصير في سلسلة بشرية تمتد من الشمال إلى الجنوب، لحتى نقول كلنا سوا إنه هالتحرك هيدا عابر للطوائف وللمناطق، وهيدي الخصوصية تبع هالتحرك يلي هو يتسم باللا مركزية للتحرك، بشكل إنه كل منطقة يعني كل طائفة هي عم تتمرد وعم تتظاهر ضد المسؤولين تبع طائفتها، حتى يقولوا لهم انه كفى استغلال لهالمجتمع وللناس. وهيدا الصرخه يلي اجت بشكل عفويه بين كل المناطق وحدت اللبنانيين وخلقت اليوم شعور بانه نحن بلشنا نصير مواطنين بكل معنى الكلمه. نعم، الان بعد الرئيس ميشيل عون زعيم حزب الله حسن نصر الله دعا ايضا المتظاهرين الى تشكيل قيادة موحدة للحوار، لكن ردود الفعل الأولية في بين المتظاهرين ربما تكشف أن هناك بعض التباين، إذا التعاطي والأخذ والرد مع السلطة أم لا. هل تنقل لنا بداية الموقف الذي تتجهون نحوه بخصوص هذه المسألة، وممن ستشكل هذه القيادة؟ ثلاث اشياء هوني. اول شيء انا فرحت جدا امبارح وشفت سماحه السيد عم يحكي على التلفزيون، ولاول مره حاطت العلم اللبناني ورا، فهيدا في تقدم اذا بدك، هذه خطوه متقدمه من قبل سماحه السيد. الشغله الثانيه، تشكيل اليوم مسؤولين هن بيعرفوا تماما بالدوله انه كثير صعب تتشكل اليوم حدا يمثل المتظاهرين اليوم، مشان هيك انه عم بكبوا فخ اذا بدي لهالمتظاهرين تيخلقوا شرخ فيما بينهم. اما اليوم في مطلب واحد، هو انه تستقيل الحكومه ويجي حكومه انتقاليه مؤلفه من تكنوقراط هي تدير البلد، واحد لتمنع الانهيار الاقتصادي، اثنين لتحضير انتخابات مبكره، وثلاثه تبلش تاخذ اجراءات مشان الاموال المنهوبه انه على القليله يوقفوا الناس يمنعوهم من السفر لحين انه يركب القانون. طيب كل هذه المطالب التي ذكرتها استاذ فؤاد، الطلب يلي كل هذه المطالب التي ذكرتها استاذ فؤاد نعم. مرفوضه اعرب تفضل. نعم تفضل. بقى هون في هيدي الشغله يلي طلبها كمان سمعت السيد امبارح، انه لازم تشكلوا حدا يجي يناقش معنا. اذا نحن هون ما بظن في حدا بده يناقش بالوقت الحاضر، تفضلوا استقيلوا بعدين بنناقش، وخلينا نناقش مع الحكومه الجديده اللي بدها تجي. هذا المطلب، هذا المطلب مرفوض، يعني المطالب مساله الانتخابات النيابيه المبكره وايضا استقاله الحكومه حد الساعة مرفوض. سمعنا على لسان المسؤولين اللبنانيين العرض الوحيد إنجاز التعبير من قبل السلطة أو الحكومة حتى الآن هي هذه الورقة الإصلاحية، إن لم تقبلوا بها في إزاء هذا الرفض في الاستقالة والانتخابات النيابية المبكرة، كيف سيتطور الحركة؟ رح يضل الحراك على الأرض ورح يضل مسكرة الطرقات، هيدا في كل الناس متفقين عليه. واليوم في انضمام لرجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الكبيرة في لبنان يلي هي نزلت على الأرض وعم تأمن كل اللوجستية لكل الناس، وعم بقولوا لموظفينهم ما تجوا على الشغل، نحن رح نأملكم المعاش، خليكم على الأرض، لأن الحراك لازم يكمل ما لازم يوقف. بس في شغلة تانية، نحن ورقة ال 25 بند للإصلاحات نحن كلنا قبلانين فيها، المشكلة كيف بدون يطبقوها ومين بده يطبقها. اولا لحديث هلا هالورقه هيدي هي ذاتها صار لها من سنتين او ثلاثه ما طبق شيء منها، لان منهم قادرين يطبقوها، لان بسيستم المحاصصه الموجود بيناتهم ما قادرين يمرقوا لبعضهم هالموضوع. وثاني شيء، اذا هن حاطين احدى البنود ان محاسبه المسؤولين السياسيين واسترداد الاملاك المنهوبه، ما هن قاعدين على نفس الطاوله بمجلس الوزراء، خليهم يبلشوا بنفسهم. هل بيقدروا يحاكموا نفسهم ويقاضوا نفسهم؟ مشان هيك هالشيء مرفوض هيدا.
نعم. سؤال أخير فقط عن الجيش، كانت بعض الصحف تداولت، الصحف اللبنانية المقصود، تداولت معلومات أنه ربما الجيش يحضر لبعض التحركات إزاء الحراك، ولسيما بعد المواجهات الأخيرة في الشارع. أنتم كيف تتوقعون أو كيف تنظرون إلى هذه المعلومات، وهل يمكن أن يكون للجيش بالفعل دور في هذا الحراك؟ أول شيء الجيش لحديت هلأ قام بدور بناء جداً ومشكور عليه، يلي هو بحماية الحراك ومنع أي طرف آخر يجي يستغله أو يدق فيه أو يزعجه. وكل وصار في عدة محاولات لإنزال مثلاً شباب على الموتوسيكلتات أو على الدراجات النارية أو يتوجهوا يعملوا مظاهرات مضادة، دغري تدخل الجيش تيمنعه. انطلب من الجيش أن يفتح بالقوة بعض الطرقات الرئيسية ونقاط التجمع الرئيسية. الجيش عمل محاولة وقت شاف أنه في ردة فعل سلبية من قبل الأهالي، توقف عن الموضوع وسحب العسكريين. لحد يتلقى الجيش ما عم بيعمل أي خطوة إلا ما عم يجرب يقنع المتظاهرين. وقت يشوف أنه في رفض من المتظاهرين الجيش عم ينسحب، عم يفتح طرقات فرعية بس حتى يقدروا الناس يتنفسوا، وهذا الشيء مشكور. نعم، شكرا جزيلا لك، نشكرك بدورنا فؤاد أبو نادر رئيس مؤسسة نورج الاجتماعية، كنت معنا من بيروت. قرابة 1,000,000 متظاهر